البنات يا البنات، كي بقيتو صافا لاباس عليكم بخير؟ اليوم جيتكم فيديو جديده ان شاء الله البنات. ندير معكم واحد رولي شنيك بالصبانيغ والجبن بالعجين المورق كما العاده. كما قلت لكم بان كنخدم بزاف نشوي بالعجين المورق. العجين المورق عاد خدمتو عاد ساليتو خليتو يرتاح الساعه. شوفوا البنات ملي كتخدموه بزبده سبيسيال كي كيعطينا داك اللون الاصفر العجين، كيعطينا ديك اللمعه كيجي رائع. هنا غادي نطلقوا البنات معكم فلوغات وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه ديال الرولاج والتقطاع. خليكم معايا. البنات كما كتشوفوا انا قطعت على هذا الشكل هذا. اوكي غادي ندير الجبن، اختاروا الجبن اللي بغيتوا. انا غادي ندير جبن جبليه البنات مع الصبانيغ فريش. هانتوما غادي ندهن. يمكن لكم هنايا تضيفوا اي نوع، الا بغيتو ديرو حتى الجبن العادي راه تيجي زوين، يعني النكهه اللي بغيتو ديروها. غير جبن جبلي كيتحمل شويه درجه الحراره وكيبقى شويه كريمي ومن بعد كيعطينا واحد لوغو زوين. لكم الاختيار البنات. وبالنسبه للصبانيغ الطريقه ديالهم راه غسلتهم نشفتهم قطعتهم، علاش انا ما بغيتش نسوطيهم لا داعي. بغيت يبقاو هنايا هكا. هانتوما تشوفوا الطريقه. هانتوما البنات الصبانيغ فريش هكا هكا تدار لي على جبن جبلي. وغادي نضيفو شويه ديال الملح شويه ديال الابزار من فوق منهم. واو ريحه الجبن عطات واعر. يلا خليكم معايا. هانتوما البنات شويه ديال الملح وجبن جبلي راه مالح، ولكن هادشي انا تنضيفو شويه على الصبانيغ باش كيعطينا شويه واحد لوكو. ما تنساوش الصبانيغ شويه راه مالحه. وكنديروا كذلك شويه ديال الفلفل الاسود هكا. هادو كيبقاو اختياري يا البنات، يمكن لكم ما تضيفوهمش. هانتوما البنات غادي نجيو لهنايا. بغيتوهم رولي صغير غادي نبداوهم من هنا، بغيتوهم رولي شويه كبار غادي نبداوهم انا من هنا. صافي البنات هانتوما على شكل شنيك تماما اللي عندي معكم في القناه بلا كريم باتيسير ولا بلا كريم باتيسير. المهم هاد المملحات هادو تيجيو رائعين مع الجو شويه سخون، يعني بزاف الوصفات كتبغيهم غير هكا. صافي تسرو اليوم هكا البنات. كنجي لهنا دائما وكنمد يدي الاطراف باش تتلصق ليا. شتي صافي هي لصقات البنات. دابا غادي نقطعو ونديرو في اللاطه تشوفوه معايا البنات. هانتوما كتشوفو من بعد ما قطعتهم ضروري دخلتهم شويه للثلاجه مع الجو سخون، يعني وخليتهم تشد العجينه شويه لباط راكم عارفينها. صافي قطعتها وغادي نديرها دابا طيب. هانتوما شوفوا الصبانيغ هنا البنات، كنشعلوا الفران ديال الضوء راكم عارفين اعلى درجه عندكم. الفران الصغير كتكون فيه اعلى درجه 210 220 حتى 30، والفران الكبير راكم عارفين الحراره ديالو شويه مجهده. حاولوا توطيو شويه الحراره 130 على ما يطلعوا شويه ونقصوا. اوكي البنات باش ما يتحرق ليناش الحشوه ديالنا.
يلا تيتابو ان شاء الله تشوفوهم معي. البنات يا البنات ها هما هاد ديالنا ها هما وجدوا شوفوا تبارك الله كي كيجيو كيجيو رائعين البنات كيجيو خطيرين هانتوما شفتوا. وبالنسبه للتحمر كي قلت لكم خليهم هكا ذهبيين باش كيجيو هكا خفيفين هانتوما. وبالنسبه للحشوه هانتوما كتشوفوا كيفاش جات كيجيو رائعين البنات كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. غادي نحل معكم وحيده هكا شوفوا شتيو القرمشه البنات هاو هاو العجل المورق شتي كيجي رائع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم البنات وتطبقوها وما تنساوش تدعمونا بلي لايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو البنات. مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.